كل مصر، كل مصر تحترمكوا وتحترمكوا اكتر واكتر، وانا كمان كل اللي انا شخصيا او احنا قاعدين دي موجود بطوله وخلصت، لكن احنا عندنا بطولات تانية، واعتقد ان احنا عندنا ماتشين ومش هنسيب حقنا، اعتقد ان عندنا ماتشين ومش هنسيب حقنا، اقولها كمان مره، اعتقد ان احنا عندنا ماتشين مش هنسيب حقنا، الجوله ما خلصتش، ان شاء الله نبقى اقوى. احنا في البدايه خالص، من البدايه يعني كنا بنقول بس عايزين نزق لاعلى حاجه، وعملنا ثلاثة نهائي يعني من اول كوت ديفوار، وبعدين المغرب، وبعدين طبعا الكاميرون، والنهارده كمان. فمفيش فريق مشي في الخط ده، ومفيش فريق عمل الاسره نفس الاداء اللي حصل، لكن ان شاء الله احنا عندنا كاس العالم والتأهيل، وانا واثق فيكم وكلنا واثقين فيكم جدا جدا. احنا عندنا دلوقتي فريق نحتفل بيه ونعتز بيه. خلاص اللي حصل ما كسبناش، هنتضايق وهنزعل، كلنا هنتضايق وكلنا هنزعل، محدش هيكون او هنقول لا ده احنا مش معلش ومش زعلانين، هنزعل، بس هنزعل ده وهنكسر، وهنزعل نقف تاني ونبقى افضل ونبقى اقوى، لا هنبقى افضل ونبقى اقوى.